الأولى مع المدرب في مع المنتخب الغيني في تصفيات كأس العالم كانت برشا انتقادات، لكن اليوم على السكة الصحيحة تحس فريق الجزائري بلوك جديد ما تنساش تدخل فيه برشا لاعبين جدد زاد. شوف اللي صار في الجزائر هو اللي ما صارش في تونس. معناها كما قلت انت بعد نكس كاس افريقيا قبلها نكس الترشح للمونديال ايزون تورني لا باج، تغير المدرب، جاء مدرب جديد بيتكوفيتش اللي غني عن كل تعريف، الناس كل ما تعرف شنو عمل مع المنتخب السويسري من نتائج اخرها الورو. معناها اليوم منتخب الجزائر تقريبا تغير بنسبه 70 80% مهدي، معناها من الجيل القديم من الفيتيرون مقعد كان عيسى مندي بن سبعيني رياض محرز وبغداد بونجاح، فما امكانيه يرجع لبليلي حسب ما قال هو، يعني قال زياره في عبادي وقوه المدرب هذايا، وانه بالنسبه لي هو الحارس ثابت ما يتغيرش، ولكن ولو في تربس الفارت كان حارس اخر، ولكن تو استقر راي على جندوز، على الحارس جندوز. رباعي الدفاع تقريبا كيف مندي توغاي بن سبعيني، قدامهم بوداوي والباقي كل يغير برشا. معناها في الانيماسيون اوفونسيف يغير كو سوا لي تروا اتاكون، ما بين مباراه توغو في الذهاب اللي كانت في الجزائر تو فات 5-1 ومباراه البارح اللي فما مباراه قبل هدف فقط زاد له هذا هو سته ملاعبيه كاملين تغيروا. البارح بونجاح ما لعبش، محرز ما لعبش، كان دخل من الشوط الثاني سعيد بن رحمه ما لعبش، هذوما الكل كانوا بداوا في الجزائر. اللي خذاو بلايصهم هما اللي انت كنت تحدث عليه، معناها امين قويري، شوفهم قيمه المهاجم هذايا، راهو في 5 مواسم في الدوري الفرنسي ما بين نيس ورين 150 مباراه، معناها تقريبا اساسي بصفه مستمره كسوا في نيس. لا بيعطي حلول برشا، يعطي حلول برشا، 50 هدف جينيرو ويلعب منيح ويسجل، يعطيك كما قلت باش تعرف انت الفاريتي نتاع اللعبه هذه، 50 هدف 30 اسيست، معناها قادر انه يسجل وقادر انه يعطيك الحلول ويعطيك اللمسه الاخيره. شوف اليوم المنتخب الجزائري، معناها تشوف انت زروقي فينور، تشوف ايت نوري وولفرهامبتون، تشوف بوداوي في نيس، عوار في الاتحاد، قويري في رين، عمورة فولسفورغ، فارس في الاماليس، حجام في اليونغ بوز، هذوما كلهم لاعبيه مهدي مواليد ما بين 2000 و2003، معناها ليكيب اللي تخو جون، وهذوما الكل يلعبوا اساسيين بصفه 100%. البارح على بنك الاحتياط بالرحمه في ليون اللي هو اساسي، رياض محرز في الاهلي اساسي، ورياض محرز ما يستحقش هذه تقديم. بونجاح اليوم هداف الدوري القطري رغم انه السد تخلى عليه، ولكن مشى للشمال سجل ثلاثة اهداف. لا لاعب ممتاز، لاعب ممتاز، هداف قيمه ثابته. تزيدهم انت بن سبعيني والروندمون اللي يعطي فيه، تزيدهم عيسى مندي ولو سنا ماهوش اساسي بنسبه 100% في ليل، ولكن يقعد معناه مدافع عنده يلعب كبير وسمعه كبيره. فمنتخب جزائري حسب راينا القاضي هل المدرب باش يحطوا على السكه، اهم من هذا المدرب هذايا معناه ما يحسبش، ما عنده، ما يعترفش بالاسامي. رياض محرز ما نساوش لو مهدي اول ما جازوا تربصات ورا بعضهم ما تمش استدعاء، معناها مدرب مش اي مدرب اليوم يقدر وانه ما يستدعيش ملاعب في قيمه رياض محرز في الجزائر. صحيح. اكثر من هيك حتى كي تم استدعاء هو على البنك لازم يكون على البنك، يكون على البنك. ما فهمين معناها هذا تفهم هنا، انا جايك المنتخب بعد الفاصل باش نحكيو على المنتخب، هذاش معناها تفهم قيمه المدرب اكيد. ونعرف طارق راهو يتكلم معك كيف مع الكاليتي اللي عنده، لا مع الكاليتي اللي موجوده في الجزائر والملاعبيه اللي كنا نسميو فيهم الكل، كي تجيب مدرب انت يعرف يتصرف في المجموعه، يعرف يوظف الملاعبيه، يعرف يختار الملاعبيه المناسبين لكل مباراه، انت علاش قلت ديما يغير؟ هو اون فيس الاكثر يغير بالاخص ما بين مباريات الجزائر مباريات اللي يلعبوا البر البرونسيون والكونستركسيون، فوالا دونك يعرف يتصرف في الايفكتيف نتاعو مع قيمه الملاعبيه اكيد الامور باش تمشي وباش تلقى نتائج.